على الرغم من ابتعاده فترة عن السينما إلا أنه قرر يكون ضيف خفيف في هروب اضطراري مع النجم أحمد السقا، لكنه أكد أنه وراء ابتعاده عن السينما هو أهمية الأدوار اللي بتتعرض عليه في التلفزيون، واللي شاف أنه قدر يقدم من خلالها كل ما هو مختلف. لقائنا مع الفنان أحمد زاهر هيكشف لنا تفاصيل أكثر عن آخر أعماله. زاهر مشارك في رمضان بالطوفان والحلاجيم في دورين يراهم مختلفين عن أعماله السابقة. بالنسبة للحلاجيم يعني طبعا مش هقدر أحكيها حاجات علشان ما أحرقش العمل يعني، بس أنا بعمل بدور حازم ده ضابط في أمن الدولة، هو مش يعني بطولة مشاركة أنا والفنانة الجميلة حورية فرغالي. الطوفان ده بطولة جماعية في حوالي 22 نجم ونجمة كلهم بيتشاركوا في بطولة العمل. وفي شكل جديد الطوفان يعرض بدون تتر. الطوفان مفيش تتر، مع الصعب هترتبي مين ولا مين ولا مين، كل ال 22 نجم ونجمة دولت كل واحد فيهم بيشيل عمل لوحده، ده يخلي ناس كتير جدا ونجوم كتيرة جدا تشتغل مع بعض ويشتغلوا بنفس راضية وما يبقوش متضايقين ومفيش حد فيهم زعلان، لأن مفيش ترتيب، انت فاهماني؟ انما لو في ترتيب ناس كتير قوي هتزعل، ناس كتير قوي هتمشي، وناس كتير مش هتكمل. زاهر متحفظ جدا في الحديث عن ادواره القادمه، وله في ذلك وجهه نظر حاسمه. يعني انا ليه وجهه نظر ان احنا نتكلم دايما عن العمل بعد ما يتعرض، بعد ما تكون الناس شافته، فنقدر ننقد ونتكلم ونعمل اللي احنا عايزينه، انما دلوقتي عشان انا اقول لك اي حاجه يبقى انا هحرق العمل، طب ليه؟ بنات زاهر هم السبب الرئيسي وراء قبوله اختيار اجباري. المسلسل ده كان بالنسبه لاولادي انا لبناتي درس. اوعوا تتكلموا مع حد ولا تتحاوروا مع حد ولا تتشاتوا مع حد ما تعرفوش، لان الصوره والاسم اللي على الاكونت ده مش بالضروره خالص ان يكون اللي وراهم هو نفس الشخص. يعني عجبتني الفكره وعجبتني القضيه وحسيت ان انا بدي درس للساده المشاهدين، او مش انا اللي بدي، يعني اقصد يعني العمل يعني بيدي درس للساده المشاهدين انهم ياخدوا بالهم من نفسهم ومن عيالهم. اختيار اجباري لم يكن فقط عمل درامي بل عمل مؤثر في حياه زاهر الشخصيه. انا عارف ان انتوا مالكوش اي علاقه لا باللي حصل لي ولا بقراراتي. القضيه انا لما قريت اول 10 حلقات انا اتخضيت، رجعت في نفس اليوم ده على البيت، قعدت حطيت شكرتون على كل الأجهزة اللي عندي في البيت وبدأت أطلع الموبايل برا أوضة نومي. وبعد خوض تجربة الدراما الطويلة زاهر يشجع مسلسلات الستين حلقة. في موسم جديد اتخلق بمسلسلات الستين، إن مش شرط إن أنا أتفرج على مسلسل قديم اتعرض في رمضان السنة اللي فات بس أنا ما شفتوش فبيتعرض، بالنسبة لي ده مسلسل قديم. ما خلي بالك في مسلسلات ستين كتير اتعرضت، بس اللي علم ونجح وعمل فيدباك رهيب 2 3 4، انت فاهمه؟ فهو الرك على مسلسل 60 بقى او 30 الموضوع. احمد السقا هو كلمه السر وراء عوده زاهر بالسينما بهبوط اضطراري. طالعين زور خاص في هذا الفيلم، هو فيلم بصراحه يعتبر ملحمه، يعني فيلم جامد جدا جدا، مؤلف عبقري اسمه محمد سيد بشير، مخرج جامد جدا زي احمد خالد موسى، نجم جميل واخويا الكبير احمد السقا، فطبعا لما يبقوا الثلاثه دولت متجمعين في عمل ويطلبوني كزور خاص معاهم، يعني الثلاثه اصحابي والثلاثه جامدين قوي، وبعدين الدور نفسه مختلف، عملت ليه لوك جديد جدا عليا اول مره اعمله، فيعني حاسس ان شاء الله يبقى حاجه حلوه يا رب ان شاء الله، رغم انه زور خاص. غياب زاهر عن السينما كان له اسباب. انا مش هطلع اعمل حاجات بقى شعبي وكده اهو وكده اهو والحاجات، يعني مش هطلع ارقص، انت فاهمه؟ مش هطلع اعمل افات سخيفه وخلاص، يعني انا مش كده، يعني او الناس متعودين مني على اني انا مش كده، انا بعمل شخصيه، يعني انا ممكن انا جالي الفتره اللي فاتت دي فيلمين انا البطل، اعتذرت عنهم ووافقت ان انا اروح اعمل ظهور خاص في فيلم هروب اضطراري.